السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة المهندس أحمد مجاهد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، عن الستريت لايتنج بولز أو أعمدة الإنارة. أنا دلوقتي لو أنا عاوز أعمل حصر للجات الخاصة بعملية الترمينيشن اللي بداخل الفيوز بوكس الخاص بعمود الإنارة، أحسبه إزاي؟ والمفروض أكون عارف التركيبة الداخلية للفيوز بوكس، تمام؟ ومنها اقدر احسب عدد اللجات. خلينا نشوف كده شكل اللجات او الفيوز بوكس، تمام؟ ازاي خلينا نشوف شكل الفيوز بوكس، تمام، وعمود الانارة، ناخد فكرة عنهم زي ما هنبدأ حاليا. خليكم معانا الى اخر الفيديو. داون شكل العمود، ده شكل العمود. احنا مثلا عندنا عمود مثلا وليكن 10 متر، 12 متر، 16 متر، بتختلف في اطوال الاعمده، في 4 متر اعمال ديكوريه، في اعمده ديكوريه في 6 متر، تمام. خلينا حاليا احنا شغالين على عمود اناره بغض النظر عن طوله قد ايه، احنا كل اللي يهمنا دلوقتي الفيوز بوكس او الترمينيشن بوكس. الفيوز بوكس ده عاده بيبقى موجود على ارتفاع 60، من 60 الى 120 او 150 سم من نهايه العمود، من قاع العمود، تمام. طيب الفيوز بوكس ده هو اللي بيبقى فيه عملية الترمينيشن الخاصة بالعمود، تمام. بدل ما اطلع الكابل التغذية اللي رايح للكشافات بتاعة عمود الإنارة، بدل ما اطلعها من الأسفل لأعلى وكده، أنا بقطع مسافة طويلة خصوصا في أعمدة الإنارة اللي ارتفاعها طويل، فأنا بروح عامل ترمينيشن في الفيوز بوكس، تمام، لتوفير الكابل. طيب خلينا نشوف عملية الترمينيشن دي بتتم ازاي. اول شيء خالص، انت بتدخل الكابل بتاعك عن طريق قاعدة الخرسانة اللي في اسفل العمود، بتدخله عن طريق فليكسيبل، تمام، يطلع الى الفيوز بوكس، ومنها بتعمل الترمينيشن بتاعك. الفيوز بوكس بيبقى بتربط الكابل بالفيوز بوكس عن طريق الجلاندات. طيب شكل الجلاندات دي ايه؟ خلينا نشوف شكلها. ادي شكل الجلاند، ده شكل الجلاند، تمام، زي ما هو موضح في الصورة. أنا بدخل الجلاند بربط بيها الكابل بجسم الفيوز بوكس. طيب خلينا نشوف صورة تانية، تمام، أوضح. أدي الفيوز بوكس أهو في العمود، وأدي الجلاندات، أدي الكابل الدخول، وأدي كابل الخروج اللي هيروح للعمود اللي بعده، زي ما هو موضح في الصورة. ده طبعا شكل الفيوز بعد ما اتقفل، والصورة الأولانية اللي احنا شفناها اللي هو شكل الفيوز بعد ما اتفتح أهو بالصورة دي. طيب أنا دلوقتي عندي في الجلندات عندي كام نقطة، خلينا نرجع لرسمة الأوتوكاد، عندي كام نقطة محتاج أجيب فيها لجات. أدي والله، أدي خلينا أدي كابل الدخول، أدي صورة تانية هي على الأوتوكاد، ادي كابل الدخول وادي كابل الخروج. كابل الدخول جاي من لوحة التغذية او جاي من العمود السابق، وادي كابل الخروج رايح للعمود التالي اللاحق. طيب انا دلوقتي ادي عندنا قلنا الترمينيشن بوكس، تمام، له عبارة عن 4 بنات، تمام، للثلاث فازات زائد النيوترال، دخول وخروج، تمام، بربط عليهم. طيب عندي الايرثنج اللي هيتربط عليه اللجات، تمام، هي نقطة في جسم العمود زي ما هو موضح في الصورة، نقطة في جسم العمود بربط فيها كل الارسنج بتاع العمود. وعشان اربط الارسنج بالنقطة دي، تمام، بيبقى عن طريق مسمار وصامولة، تمام، مسمار وصامولة ولجاية، تمام، بتتثبت في البوينت دي او الجراوند لوجز بولتد تو بولز، تمام، زي ما هو موضح في الصورة. طيب بناء عليه انا لازم اعرف قطر كل سايز او سايز كل واير رايح لإرسنج، واير رايح للنقطه دي، تمام. اول نقطه بيهمني او الا وهي نقطه الإرسنج رود. انا عندي الإرسنج رود اللي هيدق جنب العمود الاناره، تمام، الكابل دون طبقا للمستخدم عندي في المشروع هو بيقول لي 16 مللي. طيب ال 16 مللي هيربط في النقطه دي، يعني الجراوند لاج. طيب النقطه دي يبقى انا محتاج لجاي، اللجاي بتتعرف بحاجتين، قطر الكابل
او قطر الواير اللي هيركب على اللجاية، زائد قطر الرنجاية الرنج هول اللي هتركب على المسمار. تمام. طيب احنا هنا عندنا الكابل، هنا المفروض كابل 16، يبقى انا محتاج لجاية فور كابل 16 ملي، زائد محتاج رينج هول. هنا الرينج هول الخاص بايه 16 ملي هي 8 ام ام. خلينا نتأكد من الرقم. انا عندي 16 ام ام، 16 كابل 16 والرينج هول 8 ام ام. طيب انا الرينج هول 8 ام ام، تمام. ليه 8 ام ام؟ ده هو اللي هو قطر المسمار زي ما قلنا اللي هيربط في جسم العمود، تمام، في النقطة بتاعت الارثيك. يبقى احنا عندنا اول لجاية هي 8 ام ام لكابل 16. طيب تاني حاجة، والله تاني حاجة عندي بيقول لي ان انت عندك كابل او واير ايرث رايح للكشاف، هطلع بيه اقرب بيه الكشاف اللي في اعلى نقطة في العمود. طيب الكابل دون احنا طبقا للمستخدم عندنا هو كابل 16 ملي، تمام. طيب انا عندي 16 ملي هيربط على نفس المسمار اللي هو 8 ام ام او 8 ملي عفوا. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج ايه لجاية توصيفها ايه؟ برضو هحتاج لجاية من نوع سايز 6 ام ام، كابل او واير 6 ام ام، والرينج هول بتاعها 8 ام ام. طيب النقطة الثالثة الا وهي لسه في عندنا تقريضين كمان، الا وهو تقريض الجلاندات او تقريض الكابلات اللي داخل كابل الدخول وكابل الخروج. لازم اقرضهم يا جماعة عن طريق الشد المحيط بالشث المحيط بالثلاث فازات او التقريض اللي في حالة الكابل المسلح، تمام. الحاجات دي كلها انا لازم اللي هي تقريض الكابل لازم اقرضه في جسم الفيوز بوكس، تمام، واوصل تقريضه باللي هي نقطة ايه التقريض اللي في العمود، تمام. طيب انا عندي دلوقتي التقريض دون هاخده ازاي او اعمله ازاي؟ خلينا نرجع للصورة تاني عشان نقدر نستوضحها، الصورة اللي احنا كنا عاوزينها. خلينا نشوف الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الصورة اللي احنا بنتكلم عليها يا شباب. انا عندي الكابل الاول اهو اتربط بالجلاندة الاولى والكابل التاني اتربط بالجلاندة التانية، رحت عامل بريدج ما بين النقطة الأولى والنقطة الكابل الأول أو الجلاندة الأولى والجلاندة الثانية، تمام، بإرث عن طريق لجاية هستخدم فيها واير 2.5 مللي لمسمار. طبيعة المسمار لو تشوفوا المسمار لو هو واضح في الصورة المسمار صغير هنا، تمام. المسمار دون هو 5.5 مللي، 5.5 مللي. يبقى أنا محتاج لجتين من نوع الواير 2.5 ورينج هول 5.5 مللي، تمام. بعد ما قربت الجلاندتين مع بعض بروح بيهم بقردهم في جسم الفيوز بوكس. ادي خرجت من اللجاية دي زي ما انا ماشي بالسهم ورحت لافف ورايح رابطهم في جسم الفيوز بوكس، تمام، عن طريق المسمار المخصص ليهم، تمام. وبعد كده هطلع من النقطة دي المشتركة ما بين الجلاندتين واطلع بيهم على النقطة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي موجودة في جسم عمود الإنارة زي ما هو موضح في الصورة، تمام. هو هنا ممكن يكون في رسمة الأوتوجاد موصلها توصيل مباشر بجسم عمود الإنارة، لكن لما جينا في أرض الواقع، تمام، لما جينا في أرض الواقع نشوف لقينا لا ده الشركة أو المصنع اللي ورد لنا الفيوز بوكس والعمود الإنارة، لا هو محدد نقطة للإيرثينج أهيا اللي هو المسمار دون في جسم الفيوز بوكس، وبعد كده بياخد الفيوز بوكس كله ويقرضه عن طريق الكابل دون زي ما أنت شايف الواير دون، إن هو قرضه في جسم العمود في النقطة الخاصة بالإيرثينج بجسم العمود، تمام. يبقى احنا كده، وطبعا هو خد الكابل برضو لاستكمالا نوع، راح فين الصورة؟ ادي الصورة هي خد كابل اعتقد 6 مللي من جسم الفيوز بوكس وراح بيه للارثنج. احنا المفروض ان احنا الارثنج بوينت، احنا المفروض ان احنا في اخر
كل شيء. بنيجي بقى نحصي العدد اللقات. انا كده عندي لقايه لكابل 16 رقم واحد. رقم اتنين عندي لقايه لكابل 6 او واير 6 ملي اللي هو رايح للكشاف، تمام، ده رقم اتنين. وعندي لقتين هيربطوا ما بين، طبقا للصوره، فين الصوره، لقتين هيربطوا ما بين الجلندتين، تمام، وبعد كده اللقاية تخرج من احد الجلندات تروح لنقطة الارث في الفيوز بوكس، يبقى ادي 3 لقات لكابل 2.5 مللي. وبعد كده اللقاية لكابل 6 مللي هيخرج من الفيوز ويروح الارث بوينت. يبقى احنا بنجمع بعد كده عدد اللقات المستخدمة ال16. انا عندي لقاية واحدة، لو المشروع بتاعي عبارة عن 100 عمود فانا هضرب كده عدد لقاية واحدة لكابل 16، تمام، في 100 عمود، يبقى انا محتاج 100 لقاية، تمام. وطبعا بتعمل سبير ما يقرب من 5% زي ما هو متاح عندك في المشروع. فانت بتضرب ال 5% يبقى انت هتحتاج ايه، 105 لقاية اضافية، 105 لقاية سواء سبير او كمية اساسية، تمام. ده للايه، الكابل 16. بعد كده بالنسبة للكابل ال 2.5 انت محتاج 4 لقات زي ما وضحنا في الصورة، تمام. وبالتالي ال4 لقات دول يبقى انت في 100 العمود، عندك مثلا 100 عمود مشروعك، 100 عمود إنارة بنفس المواصفات، يبقى انت دلوقتي محتاج لك 400 لقاية لكابل ال 2.5 مللي زائد رينج هول 5.5. طيب بالنسبة لل 6 مللي انا عندي هو فرق يعني لقاية واحدة هحتاجها للكابل اللي رايح للكشاف، وبالتالي اللقاية دي هتبقى في عدد أعمدة 100 عمود، يبقى أنا محتاج 100 لقاية، وزي ما قلنا بنحط سبير 5% يبقى 105، يبقى لكابل 6 مللي. بكده وضحنا ازاي نحسب عدد اللقات في العمود الإنارة، تمام، ودي بتبقى شكل الفيوز بوكس الشكل النهائي زي ما انتم شايفين. احنا طبعا هو هنا كان لسه ما خلصش التقريض، خلينا في الصورة الكاملة، ادي هو كده مخلص الشكل النهائي. يا رب نكون وضحنا لكم كل شيء ونكون عند حسن ظنكم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.